السلام عليكم. نكمل الفيديو الثاني سلسلة نو فير. راح نتكلم اليوم إن شاء الله عن CCNA في 5 أيام. المواضيع المهمة اللي راح نتطرق اليوم إليها هي موضوع اللابات، المواضيع المرونة، المشاكل، الخوف، الاختيار، كيف تدرس. كل هذه المناقشات راح نناقشها. إذا أنت كنت جديد بالمجال، أو إذا كنت خذت دورة، أو إذا كنت لسه ناوي أو حاب تجرب المجال وما مقتنع، كل هذه الأمور راح نوضحها اليوم إن شاء الله. أول شيء راح حتى نعرف بالنسبة للناس اللي مستجدة بالموضوع أو لديهم الخبرة أو تخاف إن إذا تغير الامتحان، راح نوضح هذا الموضوع. مبدئيا روح موقع cisco.com، على training و events view all certifications، راح يوضح لك كل الشهادات اللي موجودة أمامك حاليا، اللي بالنسبة ك CCNA ك CCNP أو ك CCIE. بالنسبة لل CCNA هي الشهادة الرائدة المعتادة المعروفة من قبل كل بداية النتورك، اللي هي الشهادة اللي مهمة تعتبر بعد النتورك بلاس. لكن في أيامنا هذه هو ضروري وغير ضروري بنفس الوقت ان تاخذ شهادة النتورك بلاس، لكن هي اساس ممتاز. لكن انت لو كن تقريبا خلصت الجامعة، عندك صار لك 4 سنين بالمجال، تدرس بمجال الاي تي، روح ادخل على طول بمجال الراوتينج سويتشنج، اللي هي البداية لك دخول مجال سيسكو. نضغط على الشهادة. لاحظ انه الامتحان يكون على شكلين، يا اما تمتحن الامتحان الكامل على شكل CCNA-X، هي هذا المسمى الجديد، او تمتحنه على شكل جزئين. الجزء الاول اللي هو 100-101 ICDN-1، وبعدين تأدي الامتحان الثاني اللي هو ICND-2. هذه الحالة انت راح تكون اتميت الامتحانين واحد بعد الثاني، راح تكون عندك شهادة CCNA Routing and Switching، او تمتحن الامتحان وهو المفضل ان تمتحنهم مرة واحدة. الامتحان مبدئيا انت لو كنت جديد بالمجال يحتاج الى مذاكرة، يحتاج الى متابعة. بدا راح يكون الموضوع ممل لغاية ما تفهم التكنولوجي، تفهم كثير من المواضيع. لا تيأس، احنا سلسلتنا اسمها نو فير، ماكو خوف. من الامور اللي احب اوضحها لكم حتى تحضر CCNA في 5 ايام، CCNA 5 ايام بالنسبة للناس اللي هي عندها خبرة مسبقة، يكون عنده خبرة مسبقة من خلال انه مارس العمل او قارئ عن الموضوع او مطلع على الفيديوهات، يعمل تحضيرات. وانت حتى لو كنت جديد، من خلال هذا الفيديو راح تستفاد من ناحية انه انت تحضر نفسك، تحضر المواد، تحضر الجدول. اذا كنت بعمل تاخذ اجازة او تقسم وقتك على اساس الوقت اللي متوفر عندك، تحضر المواد لنفسك، تلتزم بوقت معين لفهم التكنولوجي. لما تفهم التكنولوجي راح يكون عندك سهولة في عبور الامتحان. الامتحان يكلف $300، السعر ثابت في أي بلد. القسم يسأل على الأسئلة وموضوع الأسئلة. إذا أنت كنت جاهز قاري المادة بشكل ممتاز، ما تحتاج أي أسئلة، مجرد ممكن تقرأ أسئلة قديمة بس تطلع على صيغة الأسئلة. اطلاعك على الأسئلة يساعدك أنه حتى لو كانت عندك الإنجليزية ضعيفة، يساعدك أن أنت تقوي إنجليزيتك بالموضوع، تفهم الموضوع بشكل أكبر. وواحدة من أساليب التحضير اللي هي نوضح لكم من خلال الجدول اللي اتبعته بحياتي، اتبعته نفسي مع طلابي مع أصدقاء، إنه هو أول يوم إنه جدولك يكون من 8:30 لغاية الساعة 12، اللي هي الانترودكشن. كذلك عندك يكون عندك استراحة من 12 لوحدة اللي هي اللانش، تكون غداء. الوحدة الثلاثة إنه تراجع تكمل الموضوع. بعد ذلك 3-6 تحضر للأسئلة على حسب الأسئلة اللي راح توفر عندك، وهو ينتهي الجدول المفروض الساعة 6. تحب تقرأ إضافي، ممكن تقرأ إضافي حتى تقوي معلوماتك الموضوع.
فاليوم الثاني راح يكون نفس الموعد نفس الضوابط، فيما لو انت ملتزم بعمل انت ممكن تقسم هذا الجدول الاثنين لغاية الساعة 12، انه ان انت تقرأ تقريبا بحدود 3 ساعات ونص، يكون مقسوم الجدول عندك الى نصين، فيكون عندك لغاية الساعة 12 ويوم، وهذا يكون يوم ثاني. وبهذه الحالة بدل 5 أيام راح يكون عندك 10 أيام. هذا الجدول هو يوضح لك انه انت تكمل CCNA Security ايضا، اللي هو جدول على شكل يومين. راح نوضحها بشكل افضل لما نسجل ان شاء الله CCNA Security الامتحان الجديد. المواضيع شوية اختلفت وتغير، اصبحت فيها اضافات بسيطة. من الامور اللي انا مسهلها في موضوع CCNA 5 ايام، اولا راح اوفر لكم اللي هو ما يسمى بالسيسكو لاب. والسيسكو لاب اللي هو راح يحتوي على مجموعة السي سي اي ان تي، اللي هي عبارة عن 12 لاب تطبيقية، انه كل شيء تقرأه تطبقه على طول، لابات جاهزة فيها الكونفيجريشن موجود، يكون امامك كل شيء موجود. مثلا عندك لاب الاو اس بي اف، هاي يكون امامك جاهز وموجود، عندك ان هذا الخطوات موجودة على جنب، مجرد انه تتبع التعليمات، ما تحتاج انجليزي قوي، موجودة هذه اللي هي الخطوات، لك اعمل show IP protocols, show IP OSPF neighbors, show IP OSPF interface، كل هذه الاوامر. بعدين تنتقل باليمين، انا قاعد اوضح لكم كيف تستخدم. هنا تسأل نفسك بنفس الوقت من توصل مرحلة OSPF بالراوتينج، حتى انت تجاوب نفسك من خلال الشو كوماندز. هذا يساعدك اللاب انه ينطيك خبرة، وبنفس الوقت يخليك تنجح بالامتحان 100%. الخطوة الثانية ايضا تسأل نفسك سؤال، طبعا الانسرز موجودة، مجرد سو سكرول داون هو كلها موجودة، لا يعقدك انه هذه الكتابات الناعمة والكبيرة، هذه مواضيع سهلة انه اقراها خطوة خطوة كلها راح تفهمها. كذلك هذه الخطوة الرابعة، الخطوة الخامسة، الخطوة السادسة، كل هذه الخطوات انه تقرأ وتطبق على اللاب على طول. هذا جانب. الجانب الثاني انه انت عندك الكتاب موجود باسلوب مختلف، هو الكتاب هذا كتاب رسمي، لكن هذا الكتاب المختصر اللي هو بيه المواد المختصرة، اللي هو عبارة عن 315 صفحة على شكل سلايدات. يعني انت تقريبا هذا يعتبر كتاب 120 صفحة، يعني كلها هي سلايدات تتبعها خطوة بعد الثانية. موجود هو هذا الكتاب الـ ICDN تحت CCNA Books، راح تلقوها اللي هو 100-101، انه تقرأهم حتى تستعد للامتحان، تمتحنهم مرة واحدة اللي هو المفضل. راح تكون عندك اللابات موجودة ايضا، اسئلة هنا راح تكون عندك ايضا موجودة او تعتمدها للامتحان. هذه الأسئلة يعني هي كأسئلة تجريبية، مو هي الأسئلة اللي راح تعتمد، حتى احنا نكون بالفيديو مسجل هذا الموضوع. هذه الأسئلة مجرد للفهم، او تعتمد اي أسئلة ثانية من صديقك، من اي شخص ثاني انت تشوفه ثقة، تاخذ منه هذه الأسئلة تعتمدها لنفسك. الجانب الثاني للتحضير، يعني من اهم الامور تابعونا من خلال الشانل مالتنا حتى نوضح لكم الامور. راح اسوي فيديوهات على شكل 10 دقائق، راح اكمل وياكم بالفيديو الجاي.